برحب بكل طلابنا وطالباتنا، طلاب الصف الخامس الفني الصناعي، في حلقة جديدة من الأوائل ودرس جديد من دروس صيانة الآلات والمعدات الكهربية. وكالمعتاد دائما معنا ومعكم أستاذنا الكريم الأستاذ محمود محمد عبد العاطي، المعلم الخبير في هذه المادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. برحب بحضرتك معنا، وبداية مشوقة لكل طلابنا وطالباتنا، بسعد وجودي مع حضرتك في تقديم رائع للمواد الدراسية لطلاب التعليم الفني الصناعي بطريقة مشوقة وخبيرة ومتميزة. ده من حسن حظي ان انا معاك. الله يخليك يا استاذ محمود. معانا النهارده ان شاء الله درس جديد من دروس هذه المادة، وهو الباب الاول مفهوم الصيانة. برحب بحضرتك وبرحب بأبنائنا الطلبة والطالبات في التعليم الفني الصناعي قسم تركيبات ومعدات كهربية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في مادة مهمة، مادة لا تقل أهمية عن باقي المواد في مواد التعليم الفني الصناعي قسم تركيبات ومعدات كهربية للصف الخامس. مادتنا النهاردة للصف الخامس إيه هي المادة؟ مادة صيانة الآلات. إحنا عندنا في تخصص التركيبات ومعدات الكهربية بيبقى عندنا في الصف الخامس ابتداء من الصف الرابع والخامس في مدارس المتقدمة، مدارس خمس سنوات، بيكون ليها في تشعيب في الصف الرابع والخامس، بيبقى في شعبتين، تخصص أو شعبة آلات ومعدات وشعبة نقل وتوزيع الطاقة. مادة النهاردة احنا هنتكلم في صيانة الآلات والمعدات الخاصة بشعبة آلات ومعدات كهربية. الباب الأول في مادة الصيانة بيتكلم عن الصيانة أو مفهوم الصيانة. ولو اتكلمنا عن مفهوم الصيانة هنلاقي انه عايز افهم هو انا بعمل صيانة ليه. انا بعمل الصيانة للمعدات والآلات الكهربية علشان بتجنب التوقف المفاجئ لعملية التصنيع وعمليات الانتاج. كمان بعمل الصيانة بشكل مستمر، وهنشوف لاحقا انواع الصيانة متعددة وطرق الصيانة مختلفة ومتعددة. بعمل صيانة أو بطبق نظام صيانة أو بنفذ وبأسس هيئة للصيانة داخل المنشأة أو مكتب للصيانة داخل المنشأة الصناعية، ولا يقل أهمية بل هو أهم الوحدات الموجودة في المنشأة الصناعية وحدة الصيانة أو مكتب الصيانة، لأنه أنا محتاج أني يكون المنشأة الصناعية بتاعتي في بجميع مرافقها، بجميع المرافق اللي موجودة. طبعا أنا مش بعمل صيانة بس للمعدات الكهربية والآلات الكهربية، أنا عندي أنظمة أخرى مختلفة في المنشأة الصناعية بتحتاج فنيين للصيانة، فبيبقى مكتب الصيانة ملم بجميع التخصصات، منها التخصص الكهرباء، منها تخصص سباكة، ممكن تخصصات أخرى بيبقى من ضمن محتوى مكتب الصيانة. ولكن احنا طبعا تخصصنا التركيبات والمعدات الكهربية وبالاخص الالات والمعدات الكهربية كمولدات ومحركات، بنعمل صيانة علشان الماكينات لا تتوقف توقف مفاجئ عن التشغيل. بنعمل صيانة كمان علشان ما يبقاش في تسبب لانقطاع التغذية عن المنشأة الصناعية. عملية الصيانة اللي هتطبق، هل هتطبق عملية الصيانة كمرة واحدة في العام، ولا في موعد محدد للصيانة هتدخل المنشأة كلها للتصيين أو الصيانة؟ يبقى أنا أخطأت خطأ جسيم اللي هو وقفت خطوط الإنتاج، لأن أنا لو عملت العمل ده فكده وقفت خطوط الإنتاج. أمال إيه اللي يفاديلي الكلام ده؟ اللي هي طرق الصيانة وأنواعها المختلفة. عندي صيانة ممكن تتم في ميعاد ثابت سنويا أو كل سنتين ثلاثة حسب مواصفات المعدة أو الآلة اللي أنا جايبها وبشتغل عليها، تمام؟ فده بيخليني أروح لجزئية مهمة اللي هي الصيانة هتطبق كل فترة محددة ولا مخططة، إن أنا أعمل جداول مخططة ودفاتر دفتر لكل معدة، لكل معدة موجودة في المنشأة أو كل ماكينة موجودة في المنشأة. الماكينة دي ركبت في خط الإنتاج، اتحملت على خط الإنتاج بتاريخ كذا، المكون الفلاني فيها عمره الافتراضي 6 شهور. طب ال6 شهور دي أنا هستنى لما 6 شهور تخلص؟ لأ، أنا كاتب في دفتر الصيانة الخاص بالمعدة مدون إن عمره الافتراضي 6 أشهر،
فالستة أشهر دول أنا لابد إن قبلها بوقت كافي أروح على المعدة دي، على الجزئية أو العنصر المعين ده اللي هو كان عمره الافتراضي 6 أشهر، وقبلها بشهر أو حاجة ما استناش إن عمره الافتراضي ينتهي، لأن إحنا عارفين إنه عمر افتراضي انتهى ممكن قبلها بمراحل نتيجة استخدام خاطئ يتكسر أو يحصل له أي مشكلة. فلو جينا اتكلمنا عن مفهوم الصيانة مع بعض هنلاقي مع بعض كده بقول لي إن مفهوم الصيانة هي جملة الأعمال التي تؤمن كفاءة تشغيل عالية. جملة الأعمال التي تؤمن كفاءة تشغيل عالية من مع أعلى درجات للسلامة والصحة المهنية للعاملين وبأقل تكلفة. يبقى أنا بعمل صيانة أو مضمون الصيانة اللي بنفذها أنا محتاج مجموعة من الأعمال أو هنفذ وهطبق مجموعة أعمال مجموعة خطوات من خلالها أنا بحمي العاملين اللي موجودين، بحافظ على مبدأ السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل المنشأة والمعدات وكل عناصر الإنتاج سواء معدات أو عاملين، دايما بحافظ على جزئية السلامة والصحة المهنية. طب إيه تاني؟ اللي بقلل التكلفة، تكلفة الإنتاج، تمام، وكمان اني احصل على مستويات تشغيل عالية. من خلال الثلاث عناصر دول انا لو حافظت عليهم وطبقتهم بالشكل المناسب او طبقت قواعد للحفاظ على الثلاث عناصر دول اللي هم كفاءة تشغيل عالية، الحفاظ على سلامة الافراد والعاملين والمعدات وتطبيق قواعد سلامة وصحة مهنية وتقليل التكلفة، يبقى أنا طبقت مفهوم الصيانة بالكامل. تمام؟ يبقى لما يقول لي اشرح مفهوم الصيانة هقول له هي مجموعة من الأعمال التي تطبق لتأمين الكفاءة التشغيلية للمنشأة والحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والمعدات وتقليل تكلفة الإنتاج. دول أهم عناصر أنا بطبق علشانهم مفهوم الصيانة، وده بيخليني أبقى كمنشأة صناعية أو إدارة منشأة صناعية ببقى في أريحية تامة من ناحية أنه أبقى مطمن على المنشأة والمنتجات بتاعتي أو تقليل. وجزئية تقليل التكلفة دي لو اتكلمنا فيها هتلاقينا بنقول إيه؟ إن تقليل تكلفة الإنتاج معناه إن الماكينات ما تعطلتش فجأة فزودت لي في مدة إنتاج المنتج، لانه انا بيبقى المنتج المعين او المنتج خط الانتاج بتاعي لمنتج معين انا بنتجه ببقى محدد له فترة زمنية علشان بناء عليها العمال بيتحاسبوا على اجورهم، بناء عليها انا بدفع كهرباء، بناء عليها بدفع مواصلات للعمال رايح جاي، وبدفع تكلفة نقل للمنتج نفسه بعد تصنيعه سواء بقى هنقله للمخازن بتاعتي او هنقله لرصيف مينا او مطار علشان اصدر المنتج بتاعي. فده عامل اللي هو تكلفة المنتج. يعني سلسلة احنا متلاحقة صحيح ومترتبة من الخطوات اللي هتتبع اي عطل يحدث داخل المصنع او الماكينة او معدة الانتاج. صحيح، ده لو يعني هي كلمة تقليل التكلفة بقدر الإمكان هي كلمة بسيطة بس بيندرج تحتيها اللي هو يعني العامل بتاعي لو كان مرتاح هينتج بشكل سليم، مش هيطلع لي منتج معيب، وده يمكن قلناه في حلقة التخطيط أو حلقات سابقة في الصف الثالث، هم درسوها في طلبة الصف الخامس كانوا درسوها في تخطيط وإدارة الإنتاج، كنا بنقول ان تكلفة المنتج بتعلى امتى؟ لو العامل مش مرتاح. لو العامل مش مرتاح فبالتالي المنتج طلع معيب، يعني على ما طلع لي منتج سليم خد قطعة واثنين وتلاتة على ما طلع لي قطعة سليمة، فزود لي في تكلفة المادة الخام. كمان الماكينة عطلت بسبب استخدام سيء منه لانه شغال بدون اريحية فالماكينة توقفت، التوقف ده انا بدفع عليه كهرباء والمنتج ما طلعش، العامل نفسه اجره بيحصل عليه والمنتج ما طلعش، فده كله زيادة تكلفة. فعلشان كده مفهوم الصيانة بيأمن لي العملية دي انتاج بشكل جيد او تشغيل امن وحفاظ على سلامة وأمان المعدات والعاملين وتكلفة الإنتاج. بعد الكلام أو الحديث عن مفهوم الصيانة
يأتي الهدف، وهو ليس ببعيد عما ذكر من قبل، ولكن تحدد الأهداف في نقاط محددة عن أهمية الصيانة. طيب احنا ممكن نلخص الهدف من الصيانة او الهدف العام من الصيانة في نقطتين مهمين او في جملتين مهمين قوي. قال لي انه الهدف من الصيانة احنا دلوقتي في مفهومها قلنا بنحافظ على المعدات والعاملين وخلافه. فهنا هنتكلم عن الهدف من الصيانة او الهدف العام للصيانة، قلنا المحافظة على المعدات ضمن حدود المواصفات التصميمية والتشغيلية لتأمين كفاءة إنتاجية أو كفاءة إنتاجية عالية، على أن تقوم فعاليات الصيانة بإعادة تلك المعدات إلى المواصفات التصميمية. يبقى أنا عندي نقطة مهمة قوي، الهدف من الصيانة إنه برجع الماكينة أو خط الإنتاج أو المعدة اللي مسؤولة عن إنتاج المنتج الفلاني بتاعي أو المنتج الخاص بي، برجعها لأنها تكون مطابقة للمواصفات والمعايير، معايير الإنتاج ومواصفات الإنتاج اللي أنا اشتريتها عليها من الأساس، أو اللي أنا تم تحديد الماكينة دي إن هي تشتغل في خط الإنتاج عندي علشان تطلع لي منتج معين. أنا اشتريتها بناء على مواصفات ومطابقة مواصفات دولية وعالمية مش محلية فقط، لأن احنا لما بننافس أنا محتاج إن أنا أنافس على سوق دولي، ما نفس على سوق محلي، وإلا مش هيبقى فيه تطوير بالنسبة لي والمنشأة الخاصة بي. فبالتالي قلنا إن الهدف من الصيانة أو إني أطبق صيانة، إيه الهدف منه؟ الحفاظ على المعدات ضمن حدود المواصفات التصميمية، اللي هي المواصفات اللي هي أتت بيها المواصفات التصميمية والتشغيلية لتأمين كفاءة أو كفاءة إنتاجية عالية، على أن تقوم بفعاليات الصيانة بأداء تلك المعدات إلى بإعادة تلك المعدات إلى المواصفات التصميمية اللي هي جت بيها طبعا. طيب نقدر نقول تاني عن الهدف العام للصيانة هو إيه؟ تحقيق أعلى درجات الكفاءة مع أعلى درجات السلامة للعاملين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من حوادث العمل التي تؤدي دائما إلى ضياع ساعات العمل سواء للعاملين أو للآلات والمعدات. ودي احنا وضحناها في زيادة حتى تكلفة الإنتاج. قلنا إن أنا بعمل نظام صيانة علشان أحافظ على سلامة العاملين في المنشأة. طب العاملين بس، ما هو المعدات لها سلامة هي كمان، بحيث إنه الاستخدام الصحيح للماكينة أو المعدة، التشغيل طبقا لمعايير التشغيل ومواصفات التشغيل للمعدة أيا كان نوعها في المنشأة، قواعد التشغيل لو ما تمش اتباعها بالشكل الصحيح تعرضت سلامة المعدة إلى التلف أو أنه حصل توقف وعطل للماكينة. العامل لو ما طبقش قواعد تشغيل نفسه أو قواعد عمله هو داخل المنشأة اتعرض ل إصابات خطيرة ممكن توقفه عن العمل هو كمان، وبالتالي سببت له مشاكل كبيرة ممكن تؤدي إلى توقفه عن العمل أو إلى إنه عجزه عن العمل تماما بعد كده. وده بيخليني أقول إنه من أهم أهداف الصيانة في المنشأة الحفاظ على سلامة الأفراد والمعدات داخل المنشأة، اللي بيحافظ لي بالترتيب بعدها على طول على إيه؟ عدم ضياع ساعات العمل وعدم زيادة تكلفة الإنتاج للمنتج الخاص بي. طيب ده كده أهداف الصيانة والهدفين اللي احنا اتكلمنا عنهم، وجزء مهم قوي ان احنا لخصنا الهدف من الصيانة في نقطتين مهمين، اللي هو حفاظ على المعدة وتبقى المعدة مطابقة لمعايير ومواصفات هي أتت بيها، وبرجع المعدة من توقف او عطل برجعها تاني وبعيدها لنفس المعايير الاساسيه الخاصه بصيانتها. تمام، جميل. للمعايير والمواصفات اللي جت بيها، وان الهدف التاني والاهم اللي بيحافظ لي على المعده العامل امانه وصحته، امان وسلامه العامل، علشان كمان ساعات العمل وتكلفه الانتاج ما تزيدش. جميل، ده هيخلينا ندخل في النقطه التاليه وهي انواع الصيانه. طيب أنواع الصيانة عندي أنا بتنقسم إلى نوعين، وكل نوع بعد كده هيبقى ليه تشعيب تاني وطرق لتنفيذه. أنا عندي في أنواع الصيانة عندي نظامين أو نوعين لأنواع الصيانة. إيه هما؟ قال لي والله في صيانة
مبرمجة. ولو تلاحظوا أو حضرتك لاحظتي في مقدمة الحلقة قلنا إيه؟ إن الصيانة دي هل أنا هطبق نظام صيانة سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي، ولا وقت ما المعدة يحصل فيها مشكلة أنا هروح أحل المشكلة؟ فده يخلينا نقول إن أنواع الصيانة عندي بتنقسم لنوعين مهمين قوي، اللي هما إيه؟ صيانة مبرمجة وصيانة غير مبرمجة. يعني إيه؟ صيانة مبرمجة يعني أنا مرتب في دفاتر الصيانة تم عندي التخطيط ليها. أيوة صحيح، عامل تخطيط للصيانة عندي ودفاتر وسجلات للمعدات والماكينات وكل مقومات عملية الإنتاج. ببقى منفذ عندي جداول ومخططات لعملية الصيانة، بقول إن المكنة الفلانية أو الماكينة أو المعدة الفلانية في خط إنتاج رقم واحد، الخط ده هي المكنة ترتيبها رقم ثلاثة. لو هي مثلا ماكينة خراطة، خراطة حديد، قلم الخراطة اللي هو بينحت أو بياكل في الحديد ده ليه عمر افتراضي، فأنا كاتب إن الماكينة دي قلم الخراطة اللي فيها أو المخرطة دي قلم الخراطة اللي فيها اتركب بتاريخ كذا، عمره الافتراضي تاريخه كذا أو مدته كذا، يبقى هو المفروض صلاحيته أو عمره الافتراضي ينتهي بتاريخ كذا، يبقى أنا هروح أعمله صيانة قبلها أو أرتب له قبلها. ده كده صيانة مبرمجة، ومثال بسيط للصيانة المبرمجة المخططة المرتبة اللي أنا عامل حسابي عليها واللي ما بحيث بتعتمدش على فرد بعينه انه يكون متذكر لنقاط معينه. ده معيار اساسي بيرجع له، يعني ايا كان اللي هيقوم بالصيانه في يعني باك جراوند او توثيق او يعني دفتر اعمال. مهما تعددت الاشخاص بنتجنب حدوث اي مشكله لانه كل شيء موثق ومكتوب ومبرمج زي ما حضرتك تفضلت كلام وقلت. حضرتك مظبوط 100%، لانه انا في بدايه الكلام قلنا حضرتك قلنا ايه؟ مكتب صيانه، بالظبط وحده صيانه، بالظبط، لانه ما بتفرقش ان محمود او احمد او مهم جدا اي فرد هو اللي موجود هو المسؤول عن الماكينه دي، اي لا قائم ده بالعمل. المسؤول الدفتر، دفتر صيانه للمعده هو بيقول لي انه المعده ركبت في خط الانتاج، اتحملت على الخط بتاريخ كذا، بدأت شغلها بتاريخ كذا، مكوناتها الداخلية عمرها يعني السيور والتروس اللي في الماكينات لها عمر افتراضي، لها ساعات أكيد تشغيل، أكيد كل الكلام ده بيبقى مكتوب في دفاتر الصيانة الخاصة بالمعدة، وبالتالي مفيش فرد هو المسؤول عن الماكينة. احنا نقدر نقول انه وحدة الصيانة في المبنى ده مسؤولة عن المبنى، والمنشأة الصناعية لو أكتر من مبنى كل مبنى ليه وحدة صيانة خاصة بيه، بحيث إنه يبقى فيه اعتمادية، في ثقة في الأداء أو اعتماد. واستقلالية، استقلالية عن جميع الإدارات هي خاصة بالصيانة. هي حتة استقلالية لو المبنى التاني بينتج منتج غير اللي عندي، أو ماكيناته غير الماكينات اللي في المبنى ده، فبحيث يعني هنا بيبقى كل فرد، وطبعا بيتم عملية تدريبات كتير لأفراد الصيانة بحيث إن هم يبقوا دائما مواكبين للتطور اللي بيحصل أو التطور السريع اللي بيحصل في المنتجات أو المعدات والماكينات المستحدثة اللي بيجيبها المصنع أو المنشأة لخط الإنتاج. لو اتكلمنا عن الصيانة المبرمجة لوحدها ونفسرها هي إيه؟ قال لي إن الصيانة المبرمجة دي كافة إجراءات الصيانة التي سبق التخطيط لتنفيذها وتم التهيؤ لها من كافة الوجوه. يعني زي ما قلنا صيانة أنا مرتب لها، صيانة أنا مخطط لها، تمام؟ طيب الإجراءات دي أو الصيانة دي أو الصيانة المبرمجة عندي منها أنواع؟ قال لي في صيانة دورية وقائية وصيانة علاجية مبرمجة. طب الاتنين يفرقوا إيه عن بعض؟ ده نظامين، يعني إحنا قلنا إن كل نظام من أنظمة الصيانة اللي موجود عندي هنلاقي جواه كده أنظمة تانية. زي نظام الصيانة المبرمجة أو عملية الصيانة المبرمجة، الصيانة المبرمجة قلنا إجراءات بيتم تنفيذها أو تخطيطها وبيبقى مرتبة ليها أو مرتب ليها بحيث إني أرجع كفاءة الخط الإنتاج أو كفاءة الماكينة من جميع النواحي. أنواعها
او بتنقسم لايه؟ قال لي عندي صيانه دوريه وقائيه وصيانه علاجيه مبرمجه. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا في مقدمتنا قلنا ان الصيانه بيتم ترتيبها بحيث انه في صيانه كل فتره معينه. كل فتره معينه دي اللي هي الصيانه الدوريه الوقائيه، مرتب انه يبقى المحرك ده او الماكينه دي هيتعمل لها صيانه كل 6 اشهر. كل 6 اشهر دي كده صيانه دوريه وقائيه، انا هعمل لها الصيانه. وقفت الماكينه سواء واقفه معطله او صالحه للعمل، يعني سواء هي شغاله متحمله وبتنتج او فيها عطل، انا هعمل الصيانه في الوقت المحدد ده، ودي اسمها صيانة دورية وقائية. دورية كل 6 أشهر، كل سنة، كل يعني حسب تعليمات التشغيل للماكينة أو المعدة أو الآلة اللي قدامي. بيبقى معاها كتيب اللي هو نقول كتالوج، الكتالوج أو الكتيب اللي معاها تعليمات التشغيل بيبقى معروف، يعني بكل بساطة كده لما بنجيب علبة الدواء بيبقى معاها النشرة الداخلية، ده كتيب داخلي بيقول لي بيحفظ على درجة حرارة كام، بيحفظ في أماكن، يعني بيديني مجموعة تعليمات. نفس الكلام بيبقى على الماكينات والمعدات. لو أنا رايح أشتري قطعة ملبس أو حاجة بيديني تعليمات عليها، المياه الباردة، مياه ساخنة، المكوى، بيديني مجموعة تعليمات. وخصوصا أنه العناصر المكونة للماكينات ما بتبقاش كلها ركبت في وقت واحد، هي كلها ركبت في وقت واحد من يوم التصنيع، من يوم تكوين المعدة والآلة، ولكن هي اشتغلت خلاص. هو مع التصين بتتغير قطع مع غيار التصين ومواعيد أو مع تغييرها الأعطال بقى في عندي أجزاء اختلف عمر مواعيد الافتراضي، بدل ما كان كل العمر الافتراضي ماشي في وقت واحد بقى عندي في عمر افتراضي اختلف، وبالتالي انا لازم خلاص اطبق الصيانه الدوريه الوقائيه، وسموها وقائيه علشان انا بقي المنشاه، بحمي المنشاه او الماكينه او خط الانتاج او عمليه الانتاج بتاعتي من التوقف المفاجئ بسبب اي عطل ما. طيب الصيانة العلاجية المبرمجة، الصيانة العلاجية المبرمجة دي بتبقى يعني من اسمها علاجية، يعني العطل حصل تمام كده، المشكلة حصلت هعالجها ازاي تمام كده. فعلشان كده قال لي صيانة علاجية مبرمجة. طب علاجية مبرمجة دي يعني ده ممكن تكون الماكينة ما توقفتش لانها مبرمجة فمترتب لها، معروف ان العنصر الفلاني في الماكينه عمره الافتراضي في الوقت الفلاني، يبقى انا وقيت وعملت علاج انه الماكينه مش هتقف، ده يعني هي اسمها علاجيه، بس بحمي ان هي تقف بسبب عطل ممكن يحصل علشان هي اسمها مرتبه. طيب ايه الكلام اللي نكتبه في الامتحان كطالب؟ عاوز اجاوب، يعني احنا كده فهمنا ايه مفهوم الصيانه وانواع الصيانه وبنتكلم عن كل نوع. انا عاوز دلوقتي جالك سؤال، اذكر انواع الصيانه المبرمجه او اشرح الصيانه المبرمجه. فانت التعريف احنا قلناه، لو جينا اتكلمنا وقلنا ان هي بتنقسم الى نوعين او نظامين، صيانه مبرمجه وصيانه غير مبرمجه. طب الصيانه المبرمجه قلنا ان هي بيتم الترتيب ليها، او صيانه عمليه مجموعه من الاجراءات يتم الترتيب ليها والتنظيم ليها بحيث ارجاع الماكينات والمعدات الى اصلها من كافه الجوانب والنواحي. وقلنا ان هي صيانه مبرمجه وصيانه ايه؟ علاجية مبرمجة. نعم. طيب لما هاجي أشرح الصيانة الدورية الوقائية، قال لي أنه الصيانة الدورية الوقائية بعد التشغيل للماكينات تتوقف الوحدات الإنتاجية بموجب جدول دوري تحدده شهادة الفحص الهندسي، وده شهادة الفحص الهندسي اللي هي تعليمات التشغيل اللي جاية لي بيها المعدة. الفحص الهندسي لهذه الوحدة الإنتاجية، فهناك وحدات تتوقف سنويا لعملية الفحص لغرض الصيانة، وهناك وحدات أخرى تتوقف كل 2 أو 3، وده حسب التعليمات التشغيل أو تعليمات الصيانة الخاصة بيها. طب بتنقسم لإيه الصيانة الدورية الوقائية؟ قال لي إن هي بتنقسم صيانة
دورية وقائية أثناء التوقف الاختياري أو التوقفات الاختيارية اللي هو عطلات رسمية، الأعياد، أجازات كانت الحكومة أعلنت أنه أجازة رسمية في أوقات معينة، فخدت الأجازة، خدت زي ما بنشوف مثلا في وقتنا هذا خميس وجمعة وسبت، فده أنسب وقت ان انا ادخل الماكينات وخط الانتاج لعمليه الصيانه، وده اسمه صيانه دوريه وقائيه اثناء الايه التوقفات الاختياريه، يعني التوقف ده مش مفاجئ. تمام. رقم اثنين، الصيانه اثناء التشغيل، وتسمى احيانا الصيانه التوقيعيه، او ان انا بتوقع انه في ممكن تحصل عندي مشكله اثناء الصيانه. طيب، الصيانة العلاجية المبرمجة، وهنا بيقول لي انه في الحالة دي اثناء اشتغال او اثناء تشغيل الوحدات التشغيلية الماكينات والمعدات تحدث بعض المشاكل التشغيلية والتي يتطلب معالجتها، لازم هيتم معالجتها علشان ما يحصلش توقف للمنتج بتاعي والتدخل يكون سريع. زي ايه عندي النظام دوت بينقسم لايه او انواعه؟ قال لي صيانة علاجية أثناء التوقفات الاختيارية برضو، والصيانة علاجية أثناء التوقفات الاضطرارية اللي هو توقف مفاجئ بسبب أنه المنطقة الصناعية بيغيروا كابل التغذية للمنطقة، فكابل التغذية مش هيتغير في يوم، هو طبعا بيبقى عملية تغيير الكابل أو المحول المغذي للمنطقة بيتم في أسرع وقت علشان حفاظا على المنشآت وإنتاج المنشآت الصناعية، ولكن بيحدث بصورة مفاجئة، بيحدث وقد يأخذ وقت انت طويل. انت مش عامل حسابك، انت كمنشأة أو كإدارة منشأة مش مرتبين حالنا إنه الكابل هيتغير، حصل عطل في الكابل في المحول وحدات التغذية، فبيبقى ده توقف اضطراري أنا لازم هقف بستغله وبنفذ الصيانة بتاعتي، وده علشان كده صيانة علاجية مبرمجة وسموها صيانة اضطرارية، أو إن أنا مضطر إن أنا أعمل الصيانة في الوقت ده، مش هعمله في وقت تاني لأن في توقف فبستغل التوقف دوت. بعد كده نتكلم عن النظام التاني اللي هو الصيانة الغير مبرمجة، وده تاني نظام في أنواع الصيانة، لأن احنا قلنا عندي صيانة مبرمجة، أو الصيانة بتنقسم إلى نوعين، صيانة مبرمجة وصيانة غير مبرمجة. الصيانة الغير مبرمجة هي ايه؟ هي كافة الإجراءات التي تتخذ بدون تخطيط، يعني التعريف لو لاحظنا إجراءات وترتيبات وتنظيمات للصيانة والهدف منها إرجاع المعدة والماكينة، ولكن في الصيانة المبرمجة كان مترتب لها متخطط لها، لكن هنا غير مبرمجة يعني بدون تخطيط مسبق أنا مش عامل حسابي عليه. وهي كافة الإجراءات التي تتخذ بدون تخطيط مسبق لها نتيجة حدوثها بشكل فجائي، ولا يعني ذلك عدم تخطيط تنفيذها بعد حدوثها. يعني الصيانة الغير مبرمجة دي صيانة بتبقى فجائية اضطرارية، إن أنا ما مش عامل حسابي عليها بس حصلت، فبالتالي أنا بقوم بتنفيذ عملية الصيانة، والهدف من عملية الصيانة إن أنا أرجع الماكينة والمعدة برضو للحالة الأولى أو الحالة المطابقة للمواصفات، ولكن إن هنا ما بيبقاش مرتبة وما بتبقاش يعني بتبقى فجائية ما بتبقاش مترتب بس ليها. ما يمنعش أنه مخطط أيضا لمواجهة هذه المشكلة بعد بصورة كده علمية. أيوة. يعني بعد كده زي ما حضرتك قلتي انه ما يمنعش ان انا حصلت المشكله دي عندي، ما يمنعش بقى ان انا اعمل جدول جديد وازود المشكله دي، المشكله اللي حصلت دي ازودها في الدفاتر عندي وارتب لها، لانه هي ممكن تحصل بسبب انه جزء معين في الماكينه ما كانش مترتب له في الصيانه عندي، ما ذكرش في جدول التعليمات، ما لاي سبب حصل. أو ارتفاع للضغط الكهرباء، انقطاع المياه، يعني حوادث مفاجئة ممكن تحدث. صحيح. وتعطل العملية الإنتاجية. صحيح. وتحتاج لنوع من الصيانة. كلام حضرتك مظبوط. نعم. فده بيخليني أرتب لها بعد كده وأضيفها لجدول الصيانة، ووحدة الصيانة تبدأ ترتب لها، ولو هي ما كانش العمال مدربين عليها وحل المشكلة، سواء أنا حلتها بعمالتي الفنيين فنيين الصيانة أو استعنت بفنيين من شركات أخرى أو خبرات أجنبية،
فبالتالي بستفيد انا بالجزئيه دي ان انا استفدت بخبرات اجنبيه ممكن لحل المشكله دي عندي، فببدا ارتب لها يعني انقل الخبره للموجودين في المصنع. ما انا مش كل مره هتحصل المشكله دي ما انا مش هعمل لها ترتيب بس، ما هو ترتيب واروح اجيب عماله خارجيه او اروح اجيب فنيين من الخارج او خبرات أكتر. اجنبيه ازود التكلفه، لا ده انا المشكله حصلت حطيتها في جدول رتبت لها وبقت صيانه مبرمجه خلاص ودربت العماله بتاعتي عليها بحيث اني ما اقعش فيها تاني او احتاج عماله اجنبيه خارجيه. جميل. بعد كده ندخل في الجزء الاخر حضرتك اتكلمتي عنه اللي هو اهميه الصيانه وسالتيني عنه. نعم. اهميه الصيانه. اهميه الصيانه هنا بتكمن في ايه؟ ان اهميه الصيانه بتكمن في الحاجه ليها، يعني انا محتاج للصيانه ولا لا؟ طب هو الصيانه دي لو عملت الصيانه هتقلل لي تكلفه انتاج؟ هتقلل لي تكلفه انتاج. هتسبب لي توقف؟ هتضر بالعمليه الانتاجيه؟ لا خالص مش هتضر بالعمليه الانتاجيه، وبالتالي بيكمن اهميه الصيانه هنا من الحاجه ليها، انا محتاج لها ولا لا؟ تمام؟ لانه في انواع ماكينات معينه اذا ما عملتش الصيانه الدوريه ليها اثناء التوقف او اثناء العطل اللي حصل، وهيبقى عطل مفاجئ العامل مش واخد باله، فالعطل المفاجئ ده ممكن يكون كسر في احد التروس، ففي قطع حديديه متطايره اثرت على العامل فبقت في مشكله. ده زي ما قلنا انه بتكمن بقى في ايه؟ ان انا محتاج اعمل الصيانه ولا لا؟ فعشان كده بقول لي اهميه الصيانه، تكمن اهميه الصيانه في حقيقه الحاجه لها وليس لاي سبب اخر. فهي تؤثر وتتاثر بالانتاج سلبا وايجابا. في حال التفاعل مستمر بين هاتين الفعاليتين الصيانة والإنتاج، ومن هنا تتضح أهمية الصيانة. يعني الصيانة عندي أهميتها إن هي مرتبطة بعملية الإنتاج ارتباط كلي، ما ينفعش أعمل إنتاج من غير ما أعمل عملية الصيانة مستمرة وصيانة دورية. طيب مستلزمات الصيانة الحديثة، إيه هي مستلزمات الصيانة الحديثة اللي أنا لابد اني علشان اعمل صيانه لابد ان يبقى عندي مجموعه مستلزمات تفي بالغرض من الصيانه، ايه هي؟ قال لي النقطه رقم واحد توفير كادر صيانه فني متخصص. رقم اثنين توفير العدد والمعدات والادوات الصيانيه والورش. رقم ثلاثه اداره الصيانه اللي هو الوحدة، منظومة الصيانة تكون لها إدارة مستقلة تقدر تدير موضوع الصيانة. الفحص الهندسي يكون عندي فنيين فاحصين جيدين للمنشأة والمعدات والماكينات اللي عندي. الأدوار الاحتياطية، والأدوار الاحتياطية دي بيبقى فيها جزء خاص بالعمال وجزء خاص بالماكينات. العامل اللي حصل له إصابة هل عندي البديل ليه اللي يقدر يقوم بالعملية التشغيل، عملية التشغيل للماكينة ولا لا؟ المعدات اللي حصل لها انهيار أو تلف عندي العنصر الاحتياطي ليها ولا لا؟ طيب نيجي بعد كده المبادئ الأساسية لدورة الصيانة، وعلشان أعمل دورة صيانة جيدة لابد أن أنا يكون عندي برمجة وتخطيط. النقطة الأولى عملية برمجة وتخطيط، النقطة الثانية تنفيذ لعملية الصيانة ودورة الصيانة، توثيق عملية الصيانة والتقييم. الأربع مراحل دول أو أربع عمليات أساسية قوي دول اللي هي مبادئ عملية الصيانة اللي احنا اتكلمنا فيها في مقدمتنا. قلنا لابد ان موجود دفاتر للصيانة. دفاتر الصيانة دي هنسجل فيها ايه؟ قال لي هنسجل فيها الأربع مراحل دول اللي هم برمجة وتخطيط. رقم واحد برمجة وتخطيط، أنا برتب بقول إن الماكينة الفلانية دخلت في خط الإنتاج زي ما وضحنا النقطة دي وصيانتها كل فترة معينة. طيب التنفيذ النقطة الثانية، التنفيذ هنا أنا نفذت صيانة للمعدة دي بتاريخ 20/2 مثلا 2022، فالصيانة بتاعتها الوحدة دي صيانتها سنوية، يبقى 20/2/23 هعمل صيانة للمنشأة دي. فعلشان كده التنفيذ بتاعي بتاع المنشأة. كمان عندي التوثيق، بوثق في الدفاتر والسجلات الخاصة بقسم الصيانة،
بوثق انا العمليه اللي انا قمت بيها الصيانه دي تكلفتها كانت قد ايه، وقتها استغرق قد ايه، نوع العامل اللي قام بيها، عامل فني ماهر ولا عامل مساعد، علشان ابقى عارف أقيم احتياجاتي أداؤه. لعمليه الصيانه، ببقى فاهم انا محتاج ايه من خلال عمليه التوثيق. وثقت هي خدت وقت قد ايه، ساعه اتنين تلاته يوم، مده التوقف علشان اكون عامل حسابي عليها وافادي التوقفات. كمان بسجل المعده او العنصر اللي حصل له التلف وصينته، كان عمره الافتراضي قد ايه، والملاحظات بتاعتي اللي انا واخدها على العنصر دوت، اكتب في ملاحظاتي والتوثيق انه المنتج ده او العنصر ده احنا نقدر نستبدله بعنصر اخر، بمنتج اخر من وحده صناعيه اخرى تقدر تفيلي بالغرض التشغيلي مده اطول، لان ده كان انهار او تلف في مده اقل. كل الكلام ده في البدائل عمليه المتاحة. التوثيق نعم. انا بنفذه وبسجله في سجلات مكتب الصيانه او وحده الصيانه. اخر حاجه فيها التقييم، المبادئ الاساسيه دي التقييم، بقيم عمليه الصيانه بتاعتي. وتقييمي للصيانه انا بقيم يعني في الاخر انت بتقيم اداء وحده الصيانه، يعني انت هنا بتقيم عمليه الصيانه، فانت بتقيم اداء الوحده، الوحده ككل، فنيين نعم. الصيانه اللي قاموا بعمليه الصيانه اللي بتنفذها. ده كده هيودينا لنقطة تانية اللي هي مؤشرات صحيح قياس كفاءة أداء الصيانة. أنا بقيم كمان اللي تم وإيه مؤشرات نجاحها وإيه مؤشرات جودتها وليها قياسات بعينها. أستاذ محمود، طيب، هنا النقطة دي مهمة جدا إن احنا نتكلم فيها، اللي هي مؤشرات قياس كفاءة أداء الصيانة. أنا علشان أنفذ الصيانة بتاعتي لابد ان يكون عندي مجموعه من المؤشرات ومجموعه من العوامل اللي بتقول انا نفذت الصيانه عندي بكفاءه. ايه هي المؤشرات؟ قال لي لا، حتى لما يجي لي السؤال هنا اذكر المؤشرات القياسيه او مؤشرات قياس كفاءه اداء قسم الصيانه، يبقى انا هقول له ان انا عندي اقسام للصيانه او ثلاث مؤشرات مهمين قوي ان انا اقدر اقيس بيهم اداء قسم الصيانه بتاعي. اولا او العنصر الاول او المقياس والمؤشر الاول هو تنفيذ خطه الصيانه السنويه، لان احنا بنقول عندي مؤشرات عديده، المؤشرات دي هي اللي تقول لي انا بنفذ الصيانه بتاعتي بشكل سليم ولا لا. طب انا بنفذ الصيانه بشكل سليم ولا لا؟ انا متبع الدفاتر والتعليمات ولا في لا؟ مرجعيه، ده هيرجعني ان انا متبع التعليمات والدفاتر اللي عندي ولا لا، او اللي هي السجلات اللي انا قايل فيها الصيانه هتتم امتى وبشكل بيتم تنفيذه ازاي. يبقى اولا تنفيذ خطه الصيانه السنويه، ثانيا عندي نسبه الاعمال الطارئه الرئيسيه الى الاعمال المبرمجه، وثالثا تكلفه الصيانه. يبقى انا في المؤشرات دي ثلاث مؤشرات مهمه بتقول ان قسم الصيانه ذو كفاءه عاليه، قسم الصيانه طبق عمله باداء وكفاءه، اللي هم ايه؟ انا بنفذ خطه الصيانه في ميعادها ولا لا؟ هي سنويه، نصف سنويه وخلافه، بطبقها في ميعادها ولا لا؟ كمان نسبه الاعمال الطارئه، الاعطال المفاجئه اللي حصلت كانت قد ايه؟ ما هو في جزء من الاعطال المفاجئه بسبب سوء الصيانه وسوء التدابير لعمليه الصيانه، ولو جزء بسيط بس هو حصل بسبب مؤشر اداء. غفله، بسبب تفاوت او تهاون في عمليه الصيانه، تمت بتهاون شويه او بغفله في جزئيه معينه فلتت، ما حصلش صيانه ليها، وبالتالي بيبقى في اعمال طارئه للصيانه. وعلشان كده العنصر الثاني من المؤشرات دي نسبه الاعمال الطارئه الرئيسيه الى الاعمال المبرمجه، يعني هل حصل اعطال كتير عن اللي انت كنت مرتبه ولا لا؟ وهنا اقدر اقيس كفاءه قسم الصيانه برضه، اللي هو قسم الصيانه كان بيقول الخط الانتاج الفلاني هيخش صيانه بتاريخ كذا، والخط الثاني يدخل في الانتاج مكانه، بحيث انه ما يبقاش فيه توقف لعمليه الصيانه، هو مبرمج صيانته كده. طيب نفذ ولا لا؟ ما هو ادى نفذها؟ ولا لا؟ لا، احنا هنقول نفذها. طب الاعطال المفاجاه بقى اللي حصلت في الفتره اللي انت مبرمجها دي كانت قد ايه؟ ولو زادت نسبتها
يعني بنسبة كبيرة، يبقى دليل الترتيب عدم كفاءة. والتنظيم ما كانش بشكل مناسب، ما كانش بشكل جيد، وبالتالي مؤشر سيء أو مؤشر سلبي لقسم الصيانة. تكلفة الصيانة، تكلفة الصيانة هنا أو العنصر الثالث والمؤشر الثالث تكلفة الصيانة. وتكلفة الصيانة رجعنا النقطة حضرتك ذكرتيها، اللي هي العمالة اللي عندي وتدريبات العمالة. ولما قلنا إنه ممكن عملية الصيانة تتم بعمالة خارجية أو عمالة من السوق الخارجي أو عمالة أجنبية، فده بيزود تكلفتي، وده ناتج إن أنا استخدمت عمالة أجنبية أو استعنت بعمالة أجنبية بسبب إن أنا ما عنديش تطور سريع في العمالة اللي عندي، ما عنديش تدريب مستمر للعمالة اللي عندي صح. لمواكبة التطور اللي بيحصل في الماكينات وأعطال الماكينات المستحدثة. ده مؤشرات بتقيس عملية الإنتاج وتقيس معايا قسم الصيانة هل هو قام بمهمته ولا لا. بعد كده عندي الصيانة الوقائية، والصيانة الوقائية دي يعني حتى أنا حاططها في شكل يدل على اللي ممكن يحصل، في كولابس، في ديزاستر، اللي ممكن في يحصل مشكلة. بسبب اني انا ما طبقش الصيانه بالظبط الوقائيه. بالظبط. الصيانه الوقائيه لو انا ما طبقتهاش في ميعادها، او انه يعني ما اعتمدش على انه العمر الافتراضي للعنصر الفلاني في الماكينه ده عنصر عمره الافتراضي 3 سنوات، عمره الافتراضي 3000 ساعه تشغيل. طب 3000 ساعه تشغيل ده احنا لسه يعني لا، ما هو في عمر افتراضي وفي استخدام خاطئ من العامل. لازم نعمل حسابه، ما وممكن الاستخدام نستناش الخاطئ، للماكسيمم، لازم قبلها. صحيح، ممكن الاستخدام الخاطئ مني كفني او عامل انه ما حصلش العطل من اول مره. ده ممكن العطل يحصل نتيجه تراكمات سوء استخدام خاطئ استخدام. من العامل اللي موجود حصلت، وانا كفني صيانه انا مش واقف بتابع العامل، لان في هيئه تانية بتشرف على العامل اثناء التشغيل، فانا مش متابع العامل في التشغيل. فنتيجة التراكمات دي أدت إلى حدوث مشاكل، المشاكل دي نفاديها بالصيانة الوقائية. والصيانة الوقائية هنا بقول لي إيه؟ تعرف الصيانة، أو لو جينا نعرف الصيانة الوقائية نقراها مع بعض، بقول لي الصيانة الوقائية هي كافة أنواع الصيانة المبرمجة، أو هي كل الإجراءات التي تم اتخاذها لغرض منع حدوث الأعطال أو الأخطاء، تمام كده؟ أو نقدر نقول إيه تاني؟ هي الإجراءات التي تم اتخاذها لغرض الكشف عن الأخطاء غير الظاهرة للعيان قبل أن تتطور إلى أضرار شديدة الأثر. علشان كده بقول لحضرتك إن هي ممكن تبقى نتيجة كارثية. تراكمات أخطاء عاملين، استخدام خاطئ للماكينة، استخدام خاطئ للأدوات أو المعدات اللي في إيده، فاستخدمها استخدام خاطئ مرة مع التانية مع التالتة، حصل إنه في تأثر أو الماكينة أو الجزء الفلاني في الماكينة أو المعدة بيتأثر مرة تلو الأخرى. فلما نتيجة التراكمات للتأثرات دي فجأة حصلت المشكلة، أثرت ممكن على العامل وعلى الفني، وبالتالي خط الإنتاج أو المنتج بتاعي وتكلفة الإنتاج زادت. فعلا. علشان كده إحنا يمكن بنعتبر الصيانة الوقائية من أهم أنظمة الصيانة وأهم أنواع الصيانة. ليه؟ هي بتقيني أو عملية حماية مباشرة مستمرة للمنتج والمعدة والعامل أو الفني المستخدم للمعدة. الحقيقة من الشكل ده احنا نقدر نعتبر ان قسم الصيانة في اي مكان هو من اهم الاقسام. حجر الاساس في فعلا اي لاي منشأة، منشأة. حجر الاساس في اي منشأة، وبيعتمد عليه يعني زي ما قلنا وحضرتك تفضلتي اللي هو حماية العمال في المنشأة. قسم الصيانة بيترتب عليه انه ما يبقاش فيه اسلاك كهربية باينة او ظاهرة، اسلاك اي عناصر حاملة للتيار الكهربي تكون ظاهرة كده فيحصل تعرض فيها مشكلة. العمال فنيين للخطر. صيانة الكهرباء هنا هم مسؤولين عن الكلام ده. التسوير أو الحواجز اللي بتبقى موجودة حول الماكينات اللي فيها أجزاء دوارة وسيور وتروس، بيبقى ده مسؤولية مسؤول السلامة والصحة المهنية في تنفيذه في إعداده وتجهيزه، لكن فن الصيانة هو اللي رايح جاي يتابع الحاجة دي لسه سليمة أو حصل انهيار ليها، محتاجة تتجدد ولا لأ. ففن الصيانة شايل على عاتقه مسؤولية عملية الإنتاج، وحتى يعني
ارباح الشركه وتكلفه الانتاج وربح الشركه وارباح العاملين والحوافز متعلقه على فن الصيانه. لو هو عامل شغله على اكمل وجه، الفني ما توقفش فطلع انتاجه وطلع انتاج بزياده، تلقى عليه الحافز وارباح الشركه زادت، فالشركه يعني ما بخلتش على العماله بتاعتها، فكله بقت حلقه متصله، حلقه مغلقه، العامل الاساسي فيها في منتصفها هو فني الصيانه. الصيانة الوقائية لو جينا نصنفها أو نصنف الصيانة الوقائية، إحنا قلنا إن هي بتحميني أو بتقيني من توقفات مفاجئة. لو جينا نصنفها، قال لي إن الصيانة الوقائية في صيانة وقائية مباشرة وصيانة وقائية غير مباشرة. صيانة وقائية مباشرة وصيانة وقائية غير مباشرة، علشان لو جالي سؤال أذكر أنواع الصيانة الوقائية. تمام كده؟ طيب الصيانة الوقائية المباشرة هي إيه؟ قال لي تعني الصيانة الوقائية المباشرة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها وتهدف إلى منع تطور أو حدوث الأعطال في الأجهزة والمعدات، ويتم تحقيق أهداف الصيانة الوقائية المباشرة على أسس عدة. إيه هي؟ أذكر أسس تطبيق الصيانة الوقائية المباشرة. قال لي إنه رقم واحد صيانة الأجهزة والمعدات وكذلك الوحدات بأكملها بعد اشتغالها عدد معين من الساعات، اللي هي فترات التشغيل وفترات العمل، العمر الافتراضي، كل الكلام ده بيبقى من ضمن الصيانة الوقائية المباشرة أو عن مالية الصيانة الوقائية. رقم اتنين التزييت المنظم، لانه انا عندي في اجزاء دواره في المعدات والماكينات لابد من عمليه التزييت والتشحيم، وحتى احنا لما بنوصلها لاولادنا في المدرسه ونتكلم معاهم في النقطه دي دايما نقول ان عمليه التزييت المنتظم والتشحيم المنتظم بتبقى الهدف منها سلامه المعده من جميع النواحي، لان ممكن مجموعه تروس في الماكينه، مجموعه التروس في الماكينه دي لو ما حصلش، او الاجزاء الدواره في الماكينه بتبقى ممكن تكون شغاله قدامك بشكل جيد وبشكل امثل وحاله التشغيل بتاعتها مناسبه للتشغيل وبتنتج وتطلع المنتج بتاعي، ولكن انا مش حاسس بارتفاع درجه الحراره اللي موجود نتيجه احتكاك الدوران، انا مش حاسس بيه، مش شايفه، لان دي اجزاء دواره وطبيعي عليها اغلفه معدنيه تبقى بعيد عن العامل علشان ما يحصلش فيه اي اصابات. فده بيسبب انه نتيجه ارتفاع درجه الحراره تاكل في الاجزاء الدواره بيسبب لي بقى مشاكل مختلفه ممكن تحصل. النقطه الثالثه تنظيم عمليات التبديل، وعمليه التبديل هنا انا اقصد بيها او عمليه التبديل اللي هي التبديل بين الماكينات، التبديل بين المكونات، تقليل التحميل مثلا، ان انا ابدل بين المكونات والعناصر، الهدف منه ده صيانه وقائيه. يعني ماكينه معينه او وحده توليد معينه، انا خرجت وحده توليد الطاقه الكهربائيه دي ودخلت وحده ثانيه، وحده توليد اخرى علشان تغذي، ممكن اكون قاصد زياده قدره الوحده دي اقوى، وممكن اكون قاصد انه الوحده دي انا محتاج اريحها شويه علشان العمر الافتراضي وعمليات التشغيل وكفاءتها وصيانتها، يعني انا محتاج اعمل عمليه تبديل. بعد كده عمليات التنظيف، وعمليات التنظيف مهمه لان حتى في المدارس عندنا، يعني يمكن احنا بنتكلم عن قسم التركيبات والمعدات الكهربائيه، عمليه التنظيف دائما احنا بندرب اولادنا على لف المولدات والمحركات واعاده الاصلاح والصيانه، فدايما عمليه التنظيف والترتيب والتنظيم بتبقى قبل الشغل وبعد الشغل. ترتيب وتنظيم المكان وتنظيف المكان بيبقى قبل العمل وبعده، بحيث انه ما يبقاش قبل العمل انا عندي معوقات للعمل وتبقى تسبب لي اصابات ومشاكل، بعد العمل بعد ما خلصت انا لازم ارتب مكاني وتنظيف مكاني. الطلبه الخاصين بقسم مثلا قسم التشغيل على الماكينات في قسم الميكانيكا، دول دايما بيشتغلوا على ماكينات الخراطة والفريزة والمقشطة، بيبقى برضو عندهم الماكينات ناتج عنها رايش للحديد ومخلفات وبقايا حديد ممكن تسبب إصابات، ممكن
تعمل مشاكل. فبرضو عملية التنظيم والتنظيف لابد منها انهم أساسية. ينفذوها. نعم. الصيانة الوقائية الغير مباشرة، ودي برضو بتتضمن كافة الإجراءات والفعاليات التي يتم اتخاذها لغرض كشف الأخطاء أو الأعطال قبل استفحالها، وتسبب لها يعني وتتسبب بتوقف مفاجئ أو ضرر معطل. والإجراءات التالية تعتبر أمثلة على الصيانة الغير مباشرة، اللي هي فحوصات الأداء وفحص أثناء التشغيل. لأن هنا نقطتين مهمين قوي، إن أنا أفحص أداء الماكينة والمعدة وفحص أثناء التشغيل. أداء الماكينة أو المعدة ده بيتعلق بكمية الإنتاج اللي هتطلعها الماكينة أو المعدة. الماكينة بتنتج وليكن 1000 قطعة في الشهر. 1000 قطعة دول، هل الماكينة قدرت تفي بالريتد أو المقنن بتاعها ولا لا؟ هل هي قدرت تطلع 1000 قطعة أو حصل لها توقفات تعطلات أو مشاكل؟ ده بيبقى فحص الأداء، أداء المعدة نفسها. لكن فحص أثناء التشغيل ده بيتوقف على إن فن الصيانة معاه سجل الصيانة، وبيبقى رايح جاي في خط الإنتاج بيتابع أثناء التشغيل، بيسجل ملاحظاته أثناء التشغيل. لحد هنا أنا يعني ملاحظ كده ان وقت حلقتنا انتهى تقريبا، فهنكتفي بالقدر اللي اشتغلناه مع بعض، وهو قدر ليس بالقليل الحقيقه، يعني عرض مفصل وشيق ايضا كالعاده. استاذنا الكريم الاستاذ محمود محمد عبد العاطي، المعلم الخبير في مجال التعليم الفني الصناعي، بشكر لحضرتك تواجدك معنا النهارده، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لكل طلابنا وطالباتنا باذن الله. شكرا لكم، وعلى وعد بلقاءات قادمه باذن الله. إلى اللقاء.